مشاهدي ألف إسبريس، مرحبا بكم في برنامج جديد نستضيف فيه الأستاذ عبد الوهاب دبيش، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدربيدة سابقا، مختص في التاريخ والتراث، وذلك لتسليط الضوء على إحدى الظواهر التي ما فتئ المجتمع المغربي يعرفها كلما حل شهر رمضان، ألا وهي تزايد مظاهر التدين في الشارع وفي الفضاء العام. أكيد لما نقول تزايد مظاهر التدين في المغرب، هذا يقودنا أيضا إلى التساؤل عن الأسباب التي قعدت الأسس ديال البنية الدينية في المغرب. أستاذ عبد الوهاب دبيش، مرحبا بك وكنشكرك على تلبية الدعوة. يعني السؤال الأول كما يعني تتبعت معنا، وهو أنه في كل رمضان إلا ويعني في المجتمع المغربي واحد تسونامي في هذا الشيء ديال مظاهر ديال التدين. يعني طيلة السنة، يعني الأشهر ديال السنة، الفضاء العام يكون عادي والمساجد تكون فارغة تقريبا إلا فيما نادر باستثناء الجمعة طبيعة الحال، لكن في شهر رمضان تقع واحد الصحوة وكأن الدين يلا دخل المجتمع المغربي. يعني كيفاش كتفسر هاد الظاهرة هذه؟ أولا المغاربة دائما مرتبطين بالدين ديالهم انطلاقا من بزاف ديال العوام. ابن عاشير ملي نضى المنظومة ديالو ديال الفقه أعطانا المرتكزات الأولية اللي كنبنيو عليها العقيدة ديالنا. اللي هي المرتكزات؟ يا كنقراو هذا ما عنده، وبعد فالعون بالله المجيدي في نظم أبيات للأمي تفيدي. هذا منظومة فقط دارها الأميين ماشي العالم، دارها ماشي دارهاش العلماء، دارها الناس البساط اللي ما كيعرفوش القراية والكتابة باش ملي يسمعوها يعرفوا الأسس الدينية ديال البلاد. قال لهم في عقد الأشعري، أي عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب ديال الفرق الإسلامية أو الملل والنحل، والفقه المالكي اللي هو سابق عليه الأصل، هو إحنا سنيين والسنة جاتنا أولا النش من الاختيار اللي انتهى إليه الأمر بعد صراع ديني مرير فات تقريبا واحد 150 عام بين الفاطميين والأمويين الأندلس. يعني بعد الأدارسة، بعد الأدارسة بين الشيعة وبين السنة. لما انتصر الأمويون في شمال إفريقيا ركزوا المبادئ السنية في المغرب، فالمرابطين اختاروا الفقه ديال الإمام مالك. وعلاش اختاروا الفقه المالكي وما اختاروش الحنبلي أو الأشعري أو عفوا أو الشافعي أو غيره؟ لأن الإمام مالك بالنسبة لهم وبالنسبة للمغاربة هو إمام أهل المدينة. وما الذي يميز هذه المدينة؟ تحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا غنفهموا أن المغاربة في الصوم عندهم واحد القدسية ليه هائلة، من خلال أنه غلقوا كاين واحد الحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، واش صحيح ولا ماشي صحيح الله أعلم، أنا ما دبش صحة الحديث، ولكن الصوم لي وأنا أجزي به. فكل مرتبة بشخص الرسول عند المغاربة كان عنده واحد القيمة كبيرة بزاف. من هنا غادي نجيو نشوفوا، ولكن حتى هذا الصوم هذا ماشي عند المغاربة، حتى عند الشعوب الأخرى الإسلامية ولا في الجوار ديالنا في المغرب العربي أيضا. عند المغاربة كيكون عنده واحد طابع مقدس أكثر. علاش زعما؟ لأنه مرتبط بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتبط بما كتب عن شخص الرسول في الأدبيات المغربية. ما نساوش أن القاضي عياد وهو أحد أولياء مراكش السبعة أو قائدهم وأولهم على الإطلاق، ألف كتابا اسمه الشفاء في شمائل المصطفى. كتاب الشفاء في شمائل المصطفى كان عنده واحد الصدى هائل في الأوساط الشعبية المغربية، فارتبطت ارتبطوا المغاربة بحياة الرسول. ومن هنا نرجع بك لواحد الحكاية ربما أسطورة اللي كيردوها بعض الناس، أنا كنلقى فيها جانب من الصحة ولكن ماشي بالطريقة اللي كيقولوها به أصحابها. هي الطائفة الركراكية، يعني شي يقول لك على الناس سبعة رجال. تقصد يعني الطائفة الركراكية دي واحد الصويرة؟ لا، واحد ديال الصويرة. تيقولوا على ان الطائفه الركراكيه ان هناك سبعه رجال من الركراكه التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانه عرفهم وعرف لغتهم وتحدث معهم الى غير ذلك، وقال لهم انا لا ما خايفش عليكم، سيروا لبلادكم وانشروا داك الشيء ديالكم الى غير ذلك. ملي كنرجعوا لابن عاشير وكنلقاو الامام مالك، وكيزيدنا واحد الحاجه واحده اخرى، حنا التصوف الولايه في التصوف والتعبد الصوفي في المغرب ماشي ديال الحلاج فلسفي غنوصي الى غير ذلك، لا ديال الجنيد.
ملي كنهضروا على الجليد كنلقاو انه متعبد وناسك، ومني كنهضروا على النسك وعلى التعبد تنهضروا على ايش؟ على القيم المرتبطه به اللي هي العفه والصبر والسياحه والقناعه والامانه والاخلاص والصدق و الى غير ذلك من القيم اللي هي ورده عند الكتاب ديال إيه. ولكن يعني هاد الاختيار ديال المذهب المالكي والسميتو الاشعري والتصوف الجنيدي، يعني وكان شخص ما اختار فاق في الصباح وخذ الموني قال اش غادي ندير، انا غنفرض على المغاربه هذا النوع معين والمغاربه انساقوا بكل يعني طواعيه الى هذه المسائل. يعني كيف تقع عدد هذه الاسس؟ هذا الشيء بالسلوك وممارسه ومر بسنوات طويله جدا. ملي كنلقاو الاشاعره، شنو هما الاشاعره؟ اشاعره فرقه كلاميه، الاساس ديالها انها فرقه كلاميه كتعتمد على اولا كتاب الله، ثانيا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ملي كنلقاو كتاب الله اش كنلقاو عند المغاربه؟ المغاربه هما اللي قعدوا الحزب الراتب، اول شيء هو الحزب الراتب ديال الصباح والمغرب بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، الحزب الراتب اللي كاين في المساجد المغربية كلها، ولربما حنا الوحيدين مع غرب الجزائر ما منشرش ما منتشرش في الجزائر كلها، مع غرب الجزائر الدولة بحال هي الجزائر كتحاول ما أمكن أنها دير له قواعد على شكل، ولكن في الواقع هي كوبي كولي من عند المغاربة لا أقل ولا أكثر. يعني وبين قوسين غرب الجزائر والصحراء الشرقيه كانت تابعه للمغرب اصلا. يعني اصلا تراب مغربي. ما يمكنش هذه تكون تابعه للجزائر، لانه هما اساسا انت شتي الاغاني الشعبيه اللي تيغنيو بعضياتهم تيغنيوها بطريقه ديال ابراهيم العالمي وحميد الزاهر، وغير ذلك تشوف والدقه المراكشيه منتشره بشكل كبير بزاف، فمن العبث نقولوا على ان الجزائر غادي تجي واحد النهار بنيه مجتمعيه متجانسه ومتكامله، التجانس ما كاينش نهائيا. هذه هي درجه انهم عنصريين، هذا غير جنان. في حلقه اخرى قد نعود الى هذا الموضوع ديال تمزيق المغرب وكيف ان تقطيعوا ماشي تقطيع المغرب تقطيعوا تقطيعوا قطعونا ماشي زي ماشي ماشي جزء. نرجع لها ان شاء الله في حلقه ان شاء الله. ساستغل الطيبوبه ديالك وساستدعيك لهذا الاستوديو لنناقش هذا الموضوع، لكن على مستوى يعني تقعيد البنيه الدينيه في المغرب، يعني كيف صمدت هذه القرون والمغرب على هذا المذهب المالكي والاشعري والتصوف. انا قلت لك الاشياء تبنى طوبه طوبه، يعني ماشي بسهوله اننا نبنيو الحزب الراتب موحد يبقى 50 عام وينتشر في المغرب مع وجود كتاب ديال القاضي عياد، ماشي بعيد اننا نلغيو نهائيا. راه من بعد الحزب الراتب ترتبت اشياء واحده اخرى داخل المساجد. شنو هي؟ الامداح اللي كانت كدار في العصر المريني في المساجد ديال فاس وديال المدن العتيقه كلها. ملي تركزت الامداح وجات زكاتها فكره الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف، شنو معناها؟ معناها اننا ولينا اختيرنا ان ما تنساش ان احتفال بعيد المولد النبوي الشريف كان ظاهره يعني احتفاليه بواحد الشكل رائع جدا في العصر المريني وفي المساجد ديال العصر المريني. هل التزكيه انا نقطعك استاذ، يعني هذا عيد المولد النبوي والذي دائما تثار حوله يعني لغط في كل مناسبه، يعني في العالم الاسلامي ككل نجد تقريبا المغرب هو الذي يتميز بهاد المبالغه لا بغينا نقولوا بين قوسين في الاحتفال بعيد المولد النبوي، والبعض يسبيها بتشبت المغاربه بمحبه رسول الله. وهل المغاربه هم الوحيدين الذين يتشبتون بمحبه الرسول والشعوب الاسلاميه الاخرى لا تتشبت بمحبه الرسول؟ شوف المغربي ملي تيفيق في الصباح ياك تيصلي على النبي، المراه ملي كتكون كتجمع الحليب كتصلي على النبي، ملي كنلوحوا الضالة ملي كدوح الضالة كيصلي على النبي، كتنجح في البار في الحصاد في الحصاد كنصليو على النبي، كتزوج ملي كتزوج كتصلي على النبي. علاش كنصليو على النبي؟ لأنه النبي في الدين ديال المغاربة مرتبط بالبركة. نعم، حضور البركة. شي المرأة إلا كانت كتعزل السمن من اللبن في الشكوى من بعد المخيط كتقول الصلاة من اللهم صل عليك رسول الله ثلاثة ولا أربعة المرات، وديرها هكا وتشدها وتغطيها هكا بالصلاة كأنها حجاب مستور. هل الارتباط بشخص الرسول خلى المغاربة أنهم ينظموا الحج بثلاثة المسالك ويكون عندهم أوقاف في مكة والمدينة؟ وانا حكيت لك واحد النهار ان الشنقيطي الامام الشنقيطي في الوسيط الى ادباء شنقيط
حكى حكايه باش يجيب في السياق ديالها ان شنقيط من المغرب وصل هو جزائري كيدابزو على شكون يستافد من الاوقاف المغاربه في مكه، شكون اللي عنده الحق يباس في الاوقاف في المنازل اللي مشراوها المغاربه بالفلوس ديالهم وحبسوها على الحجاج المغاربه كما في بيت المقدس، لان الحج حال هذه كان ما فيه فقط غير مكه والمدينه، كان مكه والمدينه وبيت المقدس. لان المغاربه باش يمكن للمغربي يمشي للحج كان عنده الاوقاف يمشي ليها يبات مجانا وياكل ويشرب مجانا ويؤدي المناسك ديالو حتى يرجع لبلادو عبر ثلاثه المسالك، المسلك البحري الشمال اللي كيمشي على حتى يوصل للاسكندريه، والمسلك الفاسي اللي كيمشي عبر القيروان وتلمسان وسير وسير طرابلس حتى كيوصل للقاهره ومن القاهره يدخل للسعوديه، والمسلك جنوب شمال السودان جنوب مصر اللي كيمشي عن طريق سوات وعن طريق مالي وعن طريق النيجر الى غير ذلك. ومن هنا غنلقاو على ان المغاربه لعبوا واحد الدور كبير بزاف في خلق مجتمعات ملائمه لمزاجهم في غرب افريقيا وفي العمق الافريقي في دول الساحل الصحراوي، حتى انه في نهايه المطاف ولات جزء من هذه المناطق اللي كنهضروا عليها تابعه ليه سياسيا. ايه ولكن يعني هذا الغلو يعني في القول بان المجتمع المغربي هو الوحيد الذي يحب الرسول وكاننا نلغي المجتمعات الاخرى، ساتكلم فقط على المغرب العربي على الجوار ديالنا. انا حكيت يعني هذا المغرب العربي ما عندهمش زعما حتى هما غلو في هذا المجال الديني عندهم؟ مثلا الا جينا نشوفوا بطريقه يعني تنكيتيه بشري النكته يعني باب طرفه يعني باب طرفه يعني ماشي ما نلقوش على انها حقيقه ولكن باب طرفه لا اقل ولا اكثر. التوانسه عندهم شهاده كيف زعما الشهاده يعني لا وعلاش زعما يمكن بورقيبه قال لهم صوموا رمضان ما بقات عندهم حتى شي اهميه رمضان لذلك عاد رجع دابا حاليا في تونس ولاو اللي لقاو كيف ترفقه ولا شي حاجه كيفضحوه ويمشيو ليه هكا حتى الشارع هذه ما لقيتش. هذا بالنسبه لتونس؟ لتونس. بالنسبه لليبيا؟ بالنسبه لليبيا لا، بالنسبه لموريتانيا بعدا باش نتبعوا الاركان ديال الاسلام الخمس. الصلاه، الموريتانيين عندهم الصلاة مهمة جدا وما يمكنش نهاية المطاف الإنسان يجادلهم في يناقشهم في أداء الصلاة يؤديها حتى ولو كان في مكان ما على ودو يلقى شي حاجة باش يتيمم ويؤدي الصلاة ويزيد مع الطريق. المغاربة عندهم الصوم، الليبيين عندهم الزكاة، والجزائريين عندهم الحج. الجزائر عندهم الحج لأنه الحج كيقول لك ولا مشى للحج غادي يرجع كما ولدته امه صفحة بيضاء كيتيس وكيتيس يعني تبرئة الدماء. والحقيقة انه لا لا ابراء الدماء، والحقيقة ان الجزائري عنيف وكثرة العنف ديالو كتورثو مجموعة ديال المظالم والخطايا تيرتكبها في حياته اليومية، فاعتقادا منه ان الحج غادي يلغي ليه داك الشيء اللي دار الى غير ذلك، مع ان الشعب الجزائري راه طيب ماشي يعني ماشي خبيث يعني بنظر الفرنسيين اللي كيحكموا حاليا او ولاد فرنسا اللي كيحكموا حاليا، يعني الجزائريين شبه شعب طيب ولبق ومتدين ومتشبث بقيم ديالو الى غير ذلك. ولهذا النص ديال الشعب الجزائري الموالي لينا في الجهه الغربيه اليوم وما الشرقيه لينا حنا يعني يذهب مذهب المغاربه في كل شيء، في القراءة ديال القرآن، في الصوم، في طريقة الصوم، في طريقة ديال إخراج الزكاة. ولكن إذا سمحت لي يعني أنه لما اختاروا المغاربة المذهب المالكي تشبثا بالرسول والأشعري والجنيدي على القلة والقناعة والعفة والسلوك اليومي إلى آخره، يعني المظاهر اللي كنشوفوا اليوم في المجتمع المغربي يعني معاكسه تماما لهذا الشره اللهفه اللهطه، يعني هذا الشيء غير وارد نهائيا. يعني تدين المغاربه لا يلغي انهم يقعون في المحظور، كيوقعوا في المحظور. اذا كيف تفسر هذا يقول هذا النفاق وهذه الشيزوفرينيا اللي كاينه؟ السبب بداوا حين هجمت علينا الهجمه الوهابيه من المشرق، بداوا كيطعنوا في الحزب الراتب بدعه ماشي من النبي ما داروش. نحن الان في اي فتره تقريبا؟ يعني هذا التغلغل وهذا التسلل للوهابيه تقريبا يعني منتصف السبعينات مع مقتل عمر بن جلول وظهور التيار ديال اصوليه بشكل عام الى غير ذلك، الزيتوني في فاس، الاتباع والاساتذه ديال بن كيران في الدار البيضاء الى غير ذلك، وفي الرباط فهمتي. فاذا ياسين مع ولكن ان ياسين مختلف عليهم شي شويه، ماشي الوهابيين هما العداله والتنميه بالدرجه الاولى، الاخوان المسلمين هادو هما اللي مشاو للسعوديه واستافدوا من السعوديه ومن الاموال ديال السعوديه ومن اموال الخليج وكونوا مؤسسات
وكونوا مساجد. ربما يمكن في اطار صراع الدوله مع التيار الحداثي والتقدمي انذاك واشتدار الخناق عليها، بغات تفتح واحد المنفذ باش تطحن يعني ذاك التيار التقدمي في السبعينات والستينات. ممكن ممكن فجاه وجدت بين قوسين تواطأت مع الوهابيين في السعوديه الى اخره، وجدت دالتها في هذا النوع من التيارات الى غير ذلك، فقامت بقمع التقدميين والناس اللي عندهم حداثيين، لانهم تفكير حداثي ومتطور ويرتبطون بثقافه اسلاميه مغربيه. نقدر نقول اليوم يعني نحن الان يعني نحصد مزارعات الدوله في السبعينات. شاء الله نعطيك واحد المثال دابا حاليا بالظاهره ديال الاستاذ سعيد الكملي. نعم. سعيد الكملي. نعم. هو الشخص اللي كيجسد الفقيه المغربي التقليدي ديال زمان. الجلابه والاداب والصواب والهضره بالسكات وما كيغوتش وبزاف ديال الحوايج. فراسك كنا حاليا حاربوه في تطوان باش ما يديرش المحاضره ديالهم. واللي حاربوا شكون؟ فقيه من فقهاء الدولة اللي كيدعي انه فقيه ديال الفقهاء وكيطمع يولي وزير الاوقاف. تقصد مصطفى بن حمزة. مصطفى بن حمزة، هذا اول مصطفى بن حمزة ماشي فقيه. هو لغوي، استاذ اللغة شعبة اللغة العربية في كلية الأدب وجدة، وما عمره كان فقيه. باش يجي في نهاية المطاف يتناول على سعيد الكملي، وسعيد الكملي فقيه رزين وثابت. واشنو سبب هذا الصراع العلماء بين قوسين؟ هو انه ما يمكنش يحاول هذاك سعيد الكملي كيجدد الفقيه المغربي التقليدي القديم اللي كان عنده رؤيه مجتمعيه وكيطور المجتمع وغادي مع النسق المجتمعي الى غير ذلك، وكيركز على القيم اللي كنهضروا عليها الان، يعني في نهايه المطاف كيزكيها وما عندوش مع الا سقسيتيه كيسقسيك بكل احاديث مرتبطه بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. هيدا ما غاديش نجي نقارنوا على حتى عيد الكملي، هو كيمثل تمغربيت، والتمغربيت ما كايناش عند الناس الوهابيين. راه بزاف الفقهاء منهم الحمزه استفد من الاموال الخليجيه باش بنا مركز. كتعرف مركز ديال وجده؟ نعم. تعرفوا؟ نعرفوا. شكون اللي بناه؟ منين الاموال اللي بناته؟ شكون؟ ماشي وزاره الاوقاف. تماما ماشي وزاره الاوقاف. ايه هو يعني في نهايه المطاف هاد الناس عطاوهم فلوس علاش؟ باش ينشروا الذهب ديالهم. فهمتي؟ ولهذا ما يمكنش حنا غنبقاو مرهونين بالخليج وبالافكار ديالهم. السعوديين راهم داروا في الوهابيين ديالهم فقهاء، نفس الفقهاء داو الحبس. الاماراتيين نفس الشيء. حنا شنو نديروا بهاد الفقهاء الذين يدعونا الى التكفير والى الظلم والى عذاب القبر والى جهنم كحله، وانما فيما يتلقى الله كيسودوه يجعلونه كانه يعني في نهايه المطاف عدو الانسانيه كامله، في حين ان الله لا يقبل ان يظلم عباده. ما عندوش ظلم لعباده الحق سبحانه وتعالى. حينما يريد ان نكمل الفكره، حينما يريد الله ان يعذب احدا من عباده يتركه الى نفسه، نفسه اللي كتوجد الجهنم ماشي الله اللي كيدير جهنم سبحانه وتعالى. علاش حنا كنديروا هذا الشيء؟ لان الاصل ديال التدين عندنا حنا سلوكي، مرتبط بالسلوك. ونعطيك مثال بسعد الشيء الشلح ديال تارودان ديال 1950 و60 كيعاملك بحسن النية. الأمازيغ من باش نربط. علاش بدات اختاريتي السوسي ديال تارودانت وما اختاريتيش الزياني والزعري وما اختاريتيش ولد وزان وما اختاريتيش ولد جو سي با موا وجدة وما اختاريتيش ولد جمعة سحام وما اختاريتيش. أنا جايك. السوس عندها دور كبير في ترويج الثقافة الإسلامية. واللباس اللي كيلبسو السوسي شنو فيها؟ اش كيلبس السوسي؟ كيلبس جلابه وطربوش بيد ياك والبلغه، هذا ما كيلبسوهاش مناطق وحده اخرين. تلقى السوسي هو اللي عنده الدور الكبير، الامازيغي السوسي هو اللي عنده الدور الكبير في نشر الثقافه الاسلاميه والحفاظ عليها والحفاظ عليها من خلال، لانه غنربطها لك بالناس ديال كاع، سيروا انتم لبلادكم راني تايق فيكم الى غادي لكم المنسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم. انا ما كنعطيش على انه حقيقه او مش حقيقه، الله اعلم، ولكن المنسوبه للرسول ان الناس ديال كاع من امازيغ ديال سوس ياك، وهما عندهم المبادئ السلوكيه الاساسيه. الاسلام ماشي هو نصلي ونحج ونصوم ونزكي ونقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. لا، الاسلام هو نعاملك بالحسنى ونحافظ على الجوار ونكون صادق
ونكون قنوع بما أعطاني الله، وأن أرضى بحكم الله، هو أن فهمتي يعني حنا ولكن هنا، ولكن هنا سمحتي لي يا أستاذ، يعني أنت بعظمة لسانك قلت بأن البنية الدينية المغربية المبنية على هذا القيم وعلى هذا السلوك يعني تبنات طوبة في طوبة على مر العقود، ولكن دخل الاستعمار في يومين ثلاثة أيام ريب الحفلة. يعني لو كانت هذا الشيء مبني على اسس صلبه ما كان للاستعماري ان يهدمها في ظرف يومين. يعني كيف يومين الاستعمار ريبه في 150 عام؟ على كيفاش 150 عام؟ انا اقول لك ملي جا دوتاي هو انثروبولوج وسوسيولوج على حمار راكب على حمار في المغرب العربي كله كيتسارع وكيجمع مع العيالات كيفاش كيديروا السحور وميز ما بين السحر الابيض والاسود وكيفاش كتوكل راجلها ولا غير ذلك وبحث ودار لنا كتاب سميتو ماجيا وليجيون اون افريك دي نور فيه 609 ديال الصفحات ونشره في 1909 راه بالمناسبه ترجمو اظن الزاهي واحد منهم انا ما كنميش ما بين فريد ونور الدين ولكن واحد منهم راه خد عليه جائزه المغرب بعد ذلك ترجمو هذا الكتاب مهم جدا. ملي كيجي مثلا دوتاي اللي من غير دوتاي كيجي مثلا بول مارشي ويكتب لنا المغابو على المغابو بول مارتي واحد من الناس الذين قطعوا خريطة المغرب هو وكوبولاني ومجموعة هادو من الناس الذين أسسوا لفكرة بلاد المخزن وبلاد السيبة وهي فكرة وأطروح فاسدة ما موجوداش مولاي عبد السلام الشريف يعني كان المغرب زعما دولة واحدة تخضع لسلطة واحدة المخزن كان داخل مع المغاربة واخا يكون ما كيعرفش السلطان ولا كيعرف شي حاجة المخزن كان موجود عند الشيخ وعند المقدم يعني عندك يجيب كل وزير الداخلية اللي دارت المقدم ودار الشيخ راه موجود شحال هذه المشيخة موجودة في قرون وهي موجودة المحتسب الشيخ موجود عند القاضي عند العادل المخزن موجود عند العادل عند الوالي المخزن موجود عند الشريف المخزن موجود شريف الوزاني مولاي عبد السلام عبد السلام الوزاني شريف مولاي عبد السلام الوزاني اللي كان في طنجة واللي تزوج ربما شي انجليزية كان معروف عليه انه تزوج شي انجليزية كانت خدامة في القنصلية ديال البريطانية في طنجة الى ذلك هذا اعطى رسائل الفرنسيين للمستكشفين فرنسيين وغربيين باش يمشيو الادرار لتوات ووصلوا الى تواس والذين لم يعتمدوا على النظام ديال المخزن المغربي باش يوصلوا المناطق الصحراوية كلهم قتلوا بدون استثناء. إذن معنى هذا أن سلطة المخزن لم تكن سائدة. لا. إذن ها أنت بعظمة لسانك تقول بأن الناس تحركوا ليس باعتماد سلطاني بل باعتماد الشريف الوزاني. الشريف الوزاني كان يشتغل لحساب السلطان. ماشي لما نقول لكم لا الشريف السلطاني يشتغل هو آلة مخزنية. هو براسه آلة مخزنية. يعني الفقيه والولي والقاضي والمحتسب والمعادل وفهمتي والرقاص والجاري والمقدم والشيخ والقياد فين مشاو هادو؟ كانوا هالة مخزنية في البلاد موجودين إلى غير ذلك راه مات من بعد احتلال تواس حتى مات الحسن الأول 1892 على مستوى التغلغل وتسلط الوهابية في المغرب يعني هاد المظاهر ديال التراويح في المغرب يعني هل ننسبها إلى هاد تسلل ديال الوهابيين ام لان في التاريخ المغربي لم تكن التراويح بهذه الطريقه هذه ما كانش بهذه الطريقه هذه التراويح كانت تبدا في ثلاث ايام الاولى ديال رمضان اليوم الثالث واليوم الرابع وكتنتهي نهار 26 بالختم شي الطريقه اللي كيدير الملك في فاسميتو هي الطريقه المغربيه ما غيجيبهاش من فراغ نهار 26 كيدير الختم نعم المغاربه الشعبيه ثاني كان هكا ونهار 27 فين كيمشيو القبور فعلا فهمتي كيمشيو للقبور كيترحموا على الموتى ديالهم نهار 28 كيطلقوا الجنود حسب الاعتقاد الشعبي تماما ياك اسيدي نهار 29 كيبدا السحارات يشتغلوا العيد الصغير السحارات كيخدموا تقريبا من عيد الصغير ياك اسيدي الى 15 يوم في شعبان نعم 15 يوم في شعبان ديك الفكره ديال ان انزلنا في القدر وما ادراك ما القدر المغاربه تقمصوها على ان في الواقع الملائكه يحبسون الشياطين حتى لا ينزلون الى الارض وان الشيطان غيب ما موجودش في الاعتقاد الشعبي فان كاع المسائل المنفره للدين محرمه شرب الخمر الكلام في الناس سميتو الاحتشام قلت الحياه ما كايناش يعني هادشي كله مرتبط بهادشي من جهه الحركه الوهابيه بغات تدمر هادشي اساسا باش بداتو بالحزب الراتب
وجات قالت لنا لا التراويح راه ردوها فرض، ردوها فرض هي، حتى ان التراويح في الاصل ديالها لا وجود لها، ما كايناش. التراويح سميتها في العهد النبوي الشريف كان سميتها قيام الليل، وقيام الليل فرضي، يعني ديروا في دارك، ديروا في دارك، ديروا في دارك كما دير صلاة التجهد في دارك، ما ديروش في الجامع. انت كتجي اكسبوزا علينا في الجامع سميتو وتلبس احسن لباس وتبقى والتراويح، صلي غير العشاء في الايام العاديه والدور والعصر نصف ديال الجامع خاوي، ولا هذه خدمتك نيشان، هذه خدمتك نيشان، ودير خدمتك نيشان، وصدق صدق نفسك واولادك واسرتك ومراتك وجارك والناس ديالك، كن صادق مع نفسك، كن صادق مع نفسك، وعاد شوف الاخرين. ولكن هنا لاحظت دائما كتكلم على واحد الثنائيه استاذ، الاسلام الشعبي والاسلام العالم، يعني شنو الفرق ما بين الاسلام الشعبي والاسلام العالم، وما الذي خلق هذا بغينا نقولوا هذا التميز؟ خلقته الظاهره اللغويه، الامازيغ ما كيعرفوش العربيه ياك، بالتالي فالولي هو الفقيه ديالهم، كياخذوا منه القيم اللي هي اصلا موجوده عندهم كيزكيوها. لا هذا اسلام شعبي، الاسلام العالم الزعيم ديالو هو الفقيه او العالم، الا هذا مديني، مديني ديال المدن، كيعتمد العقد ديال الزواج، في الباديه ما كاينش عقد الزواج، كاين الاشهار، كاين ديك الفكره ديال الاشهاد، في الباديه كاين الاشهار، فلان راه تزوج، فلان تزوج فلانه، ولا فلان خدا فلانه، سي سا عرفوه. انت شتي المشكل اللي وقع في وزاره العدل ديال تبوج الزوجيه، الى درجه ان 2010 الناس اغلبيه ديال مئات العشرات الالاف ديال الناس ما عندهمش عقود زواج لانهم كيعتمدوا الاشهار، في حين المدن عندهم الاشهاد. واذا لقيتي غادي تلقى عقد ديال الزواج ديال شي امراه فاسيه موجود ديال القرن السادس عشر ولا السابع عشر، مازال محفوظ عند شي اسره كتحتفظ به وترجع له باعتباره كنز من الكنوز الوثائقيه اللي كيتوفروا عليها، في حين ان هادشي ما كانش في المدن، ما كاينش في البوادي، وبالتالي فان الاسلام في الاصل بقى في هذه الثنائيه ديال الاسلام العالم والاسلام الشعبي، الاسلام ديال المدن والاسلام البوادي، فهمتي؟ يعني هذه الثنائيه وبقات خدامه مع ان ما فيهاش مشكل، يعني الاخر يكمل الاخر، هذا يكمل الاخر، وبالتالي فما بقاش عندنا مشكل نهائيا. شكون وجدوا فيه وجد فيه المستعمر ما يشكل بؤره انقسام داخل المجتمع، فقال هادو عندهم العرف وهادو عندهم العمل ياك، ولكن ملي كتلقى العرف، العرف راه فوق القانون، فوق القانون، العرف اكثر من القانون. بريطانيا ما عندهاش دستور ولكن هي دوله عرفية، عنده قواعد، عنده قواعد تماما، عنده حجيه وتمثل شعبي، تمثل شعبي، وعنده سند اجتماعي ومجتمعي الى غير ذلك مؤسساتي، وبالتالي فالعرف مهم جدا. لا الاستعمار ما عجبوش هذه الثنائيه هذه، قال لك هذا لانه كيشكل حتى هو لبنه من اللبنات اللي غتزكي المغرب، المخزن، بلاد المخزن وبلاد السيبه، باش يديروا ما بغاو، وفعلا داروا بما بغاو. وهنا نسال على سبيل الختم، يعني ما هي في تقديرك انت الوصفه او بعض المداخل ليبقى التدين المغربي محافظا على هذا التميز ديالو مقارنه مع التدين المشرقي الاخواني او الوهابي او غيره؟ انا في الواقع كنشكر الاستاذ ديالي سي احمد التوفيق على انه كيبذل واحد المجهود كبير. اين يتجلى؟ اين يتجلى؟ اولا اعاد الحزب الراتب الى مساله ضروريه في المساجد، ما كاينش شي جامع دابا حاليا ما كتقراش فيه الحزب الراتب. الاولى هذا الضرب الاول للوهابيه اللي قال لك حكا راه بدعه ومن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيديروا، اذا حنا ما نديروش. لا، الموحدين هذولا اصوليه، دوله كتعتمد على الاصول، ومن جمله الاصول ديال الاسلام القران. يعني فاذا حاولوا امكن ينشروه باسلوبهم، سواء كان قبيح ولا بدعه ولا ما مزيانش، الموحدين لعبوا واحد الدور كبير في انهم نصروا الاسلام بهذه الطريقه. فاذا التوفيق اعاد هذه القضيه هذه، وحاول ما امكن ان يمنع التكفيريين باسلوب او باخر من تولي مجموعه ديال المسؤوليات في الوعي، الوعظ الديني وفي الارشاد الديني وفي الخطابه وفي الامامه الى غير ذلك، لان هذه مسؤوليه الدوله، ماشي مسؤوليه الفرد ولا مسؤوليه المجتمع، الدوله لحمايه، لان الجانب الديني في الدوله يشكل ركن اساسي من وجودها، وبالتالي فيجب الحفاظ عليه وتنميته،
وتطويره بالشكل الذي يتلائم الخصوصية المغربية. والخصوصية المغربية معروفة على جميع الأصعدة حتى في رؤية الهلال. احنا وسلطنة عمان الدولتين الوحيدتين في العالم الإسلامي كله اللي كان لهم نسبة الخطأ في رؤية الهلال صفر تقريبا، صفر تقريبا. المغرب عنده 256 مركز مراكز مراقبة الهلال في المساجد في البوادي، كتدخل فيه القوات المسلحة الدرك، كتدخل فيه الجيش، كتدخل فيه القضاة، كتدخل فيه العدول، كتدخل فيه دار الأوقاف، كتدخل فيه يعني هيئات عديدة كتدخل في رؤية الهلال. الخطأ ضعيف جدا في رؤية الهلال. شكرا جزيلا أستاذ، ونتمنى نشوفوك في فرصة أخرى.